عبد ما يشوفون الشمس إلا بالصف. مدام راعي فلاحة أو راعي الحير شغل متينة عنده البركة هذه الصغيرة هذه كأنه سبيل يعني يطلع أهل أجل أهل الحارة اللي يروي واللي نعم أغلب أهل الحارة يروون اللي بساطل واللي مرواي واللي سبيل هذا متى ما سمعوا أهل الحارة المكينة اشتغاله عرفوا أن البرسة اللي برا اللي هالقرب عاد هذه أهم وأجمل الغرف عند الأولين غرفة العريس يا ما شاء الله تبارك الله هالمرايا وهالوسايد وهالدواشق وهذا بشت العريس يا كثر اللي تهيض والحين الله المستعان يا جماعة الخير تشوفون كل هالبناء والمصاريف التشغيلية والتنفيذية مع ذلك الزيارة مجانية للجميع وإذا بغيت تزعل أبو ناصر قل له ليش ما تأجر وتستثمر الموقع وهالشي والله مو غريب على أبو ناصر ولا على أهل حائل كلهم ولا هو قصور بل يسمع يعني ما شاء الله ما تدري هو قصر هو منتجع هو استديو ضخم للتصوير في الهواء الطلق مكان سياحي وللتصوير ولا أروع